أصحاب الأحباء نبتدي مع بعض حضرتنا النهاردة بعد ما خلصنا الموضوعات الأساسية الخاصة بتعريف المتحف وعناصر المتحف، هنبتدي ناخد المجموعة المهمة من المتاحف الكبرى. وقلنا قبل كده المتاحف الكبرى زي ما احنا عارفين المتحف المصري، المتحف الإسلامي، المتحف اليوناني الروماني، قومي للحضارة اتحط معاهم برضو من ضمن المتاحف الكبرى. وكانوا حاطين من قبل كده التوزيع جاير أندرسون أو متحف بيت الكريدلية. النهاردة كلامنا على متحف مهم قوي في منطقة مصر القديمة، هو المتحف القبطي. والمتحف القبطي يا ولاد لو جينا نتكلم على عناصر المتحف المثالي اللي احنا خدناها مع بعض هنلاقيها بالظبط مطبقة على هذا المتحف المميز. أول شيء اختيار الموقع. لو جيت أتكلم على الموقع بتاع المتحف القبطي هتكلم على أهمية كبرى. أولا سهل الوصول ليه، هننزل من مترو الأنفاق محطة ماري جرجس هيلقاه في وشنا على طول، سهل الروح له، قدامه أماكن تنفع باركينج للأتوبيسات الكبيرة. المتحف القبطي يا ولاد كمان أكتر شيء بيميزه في موقعه إنه محاط بمجموعة هائلة من الآثار المتنوعة. طبعا الآثار المسيحية حدث ولا حرج، الآثار الإسلامية أو الجامع الإسلامي، كذلك الآثار اليهودية، وجود معبد يهودي في الأريا هناك. إذن المكان مكان ممكن يتعمل فيه زيارة كاملة مكتملة، عشان كده المنطقة بيتقال عليها مجمع الأندية. طيب يبقى أنا كل كلامي على الموقع، أهمية الموقع، بعد أهمية الموقع المناطق المحاطة بالمتحف القبطي، الأريا بتتسمى مجمع الأديان عشان وجود المعبد اليهودي معبد العذراء. وطبعا زي ما انتوا عارفين يا ولاد عندنا 14 معبد يهودي في مصر، اشهرهم معبد العذراء في مصر القديمة، ومعبد هشمايم في عجلي شارع عجلي في وسط البلد، ومعبد موسى بن ميمون في المسكي حارة اليهود، ومعبد ابو حصيرة في دمنهور. معابد عديدة، دول يمكن من أهمهم اللي أنا قلتهم يا ولاد. بس أهم شيء في كل ده إن يوجد معبد مهم جدا هو معبد العذراء. ولما أجي أتكلم إن من المعابد اليهودية المهمة المجاورة للمتحف القبطي معبد العذراء، يحضرني جزئية مهمة في المعبد نفسه، حجرة اسمها حجرة الجنيزة. الجنيزة اللي بتاخد منها كلمة الجنازة. حجرة الجنيزة دي يا ولاد وزاوية الدور، ملهاش باب، ملهاش غير نافذة بيترمي منها قصاصات الورق أو أي شيء هام عند اليهود عايز يحتفظ بيه، فكانوا بيحطوه. لدرجة إن في القرن الـ18 لما جه يدرس الهيستوري بتاع الجالية اليهودية في مصر، على طول اتعرف كل ما هي كبيرة وصغيرة من خلال غرفة الجنيزة اللي موجودة في معبد العذراء. كمان بيحاط بالمتحف القبطي مجموعة هائلة من الكنائس، ويمكن نقسمها
داخل حصن بابليون، شمال حصن بابليون، جنوب حصن بابليون. هو المتحف اوريدي داخل الحصن، دليل لما بندخل من الانترانس عند الحديقة المتحفية بره بيقابلنا بقايا من أبراج الحصن اليوناني الروماني. داخل الحصن عندنا الهانجينج تشيرش، عندنا كنيسة سيرجيوس واخيس، عندنا كنيسة ماري جرجس للروم الأرثوذكس، عندنا كنيسة السيدة العذراء قصرية الريحان، عندنا كنيسة القديسة بربارة، عندنا دير ماري جرجس للراهبات، عندنا مزار ماري جرجس للراهبات. كل ده مجاور للمتحف الإبطي. طيب لو مشينا ما يقرب من 400 متر في شارع صغير اسمه قصر الشمع، اتسمى بقصر الشمع يا ولاد عشان يقال ان كان في قصر رومان بيقاد فيه شموع ليلا. قصر الشمع بيودينا لمجموعه من الكنائس اسمها كنائس جنوب الحصن. العذراء بابليون الدرج، الامير تدرس، اباكير ويوحنا، الملك الابريلي، طاحونه البابا كيرلس، كل ده جنوب الحصن. طيب مشيت شوية من المتحف القبطي، أنا بوريك جمال موقع المتحف القبطي، هتلقى مجموعة كنائس شمال حصن بابليون. عبارة عن إيه يا ولاد؟ الأنبشنودة، فيلوباتير ميركوريوس، العذراء الدمشرية، دير أبو سيفين للراهبات، كل ده شمال الحصن. هل هذا فقط ما يحيط بالمتحف القبطي؟ المجموعة الهائلة من الكنائس والمعبد اليهودي؟ لا، يوجد جامع عمرو، أول جامع إسلامي في مصر، اللي اتبنى 21 هجريا وابتدى يحصل له اللارجمنت والريستوريشن لغاية ما بقى الشكل بتاعه اللي احنا شايفينه شوية. جامع عمرو ده يا ولاد وراه حاجة مهمة قوي، هي بقايا الفسطاط القديمة. الفسطاط أول عاصمة إسلامية في مصر. الفسطاط بيجاورها مركز العمل الماستر بيس للبوتري، الخزف. الفسطاط مقابل ليها الفخورة، كل مشغولات الفخار اللي تخطر على بالكو موجودة هناك. إذا أنا لما أجي أتكلم على موقع المتحف القبطي زي ما بنقول كده حدث ولا حرج. اتكلمنا على مميزاته، اتكلمنا على الموقع الخطير، نيجي بقى نتكلم على نشأة المتحف نفسه. ويمكن أول شيء بيلفت نظرنا يا ولاد بهذا المتحف زي ما قلنا مجاورته للكنائس، الواجهة بتاعته بقى، الواجهة اللي قدامكم دي يا ولاد واجهة مماثلة تماما كوبي بيست لواجهة مسجد اسمه الأقمر في شارع المعز لدين الله الفاطمي، جامع فاطمي، مرقص باشا سميكة عجبته الواجهة جدا بتاعته فنقلها كوبي بيست هنا للمتحف القبطي. شايفين؟ ولكن في الجامع الأقمر يا ولاد كان محطوط جوه دول أسماء الخلفاء الراشدين، علي وعثمان، شايفين؟ كانوا محطوطين على هذه الوجهة. استبدلهم بما يحاكي ما بداخل المتحف بالصلبان، لأن الحاجات اللي جوه كوبتك، تمام؟ يبقى أكتر شيء لفت نظري
في هذا المتحف موقعه المميز اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا عليه اشياء عديده. بعد كده الواجهه اللي عجبت مرقص باشا سميكا، لان مرقص باشا سميكا يا اولاد هو اللي فكر في انه يضم مقتنيات قبطيه ويضعها في منشاه كده زي ما انتوا شايفين اللي هي المتحف القدسي. طيب الكلام ده سنة كام يا ولاد؟ 1908 لغاية 1910 كان أثرياء الأقباط عمالين يدوا إهداء للفنون والآثار، وكثير منهم متبرعي لحب الخير لعمل هذا. اتعمل المتحف وفضل فترة طويلة حتى 1931 تابع للبطريركية المرقسية. البطريركية المرقسية اللي هي في الأمبرويز دلوقتي، وكانت قبل كده في كلوبيه. لغاية ما الملك فؤاد الأول قال اللي يشرف على المتحف دوت الحكومة، وزارة المعارف العمومية، وبعديها هيئة الآثار، وبعديها المجلس الأعلى للآثار، ودلوقتي وزارة السياحة والآثار. يبقى لما أجي أتكلم على النشأة بتاعت المتحف، أنا اتكلمت على موقعه وأسهب، اتكلمت على جمال الواجهة وانها اتنقلت كوبي بيست من جامع الأقمر. ابتدي اتكلم على النشأة. مين معايا يا ولاد؟ ها حد سامعني؟ اتكلمنا على الموقع. ايوه الموقع عديدة، لا مش بس آثار مسيحية، لا ده موجود آثار مسيحية وموجود آثار إسلامية وموجود آثار يهودية بس كده؟ لا، سقط سهوا المتحف، المتحف القومي للحضارة. المتحف القومي للحضارة يا ولاد بيجاور المتحف القبطي مسافة مش بعيدة خالص. يبقى دلوقتي بالظبط المتحف القومي، ايوه، والفخوره ومركز الخدم. خلصنا من الموقع، قلنا النشأة، ولما جينا نتكلم على النشأة اول شيء اتكلمنا عليه ان مرقص باشا سميكا اعجب بواجهة جامع الاقمر ونقلها كوبي بيست. 1908 كان اثرياء الاقباط عندهم مقتنيات أثرية، بعد كده فاعلي الخير عملوا تبرعات وأقاموا هذا
المتحف. مش بس كده، ده برضو تم نقل بعض قطع هامة من الكنائس اتحطت في المتحف. المتحف 1908 لغاية 1910، وفضل مستمر لغاية 1931 تحت إشراف وملكية البطريركية المركزية. الملك فؤاد قال بعد كده تشرف عليه الحكومة، وزارة المعارف العمومية، هيئة الآثار، المجلس الأعلى للآثار، دلوقتي وزارة السياحة والآثار. المتحف يا ولاد 1910 كان عبارة عن الجناح القديم، أوريه لكم أهو، الجزء ده بنقول عليه الجناح القديم، ده اللي كان سنة 1911، واتضاف له أجزاء عديدة بعد كده 1947. طبعا عندنا قاعات كتير جدا، ادي النشأة، يبقى اتكلمنا على الموقع، اتكلمنا على النشأة، ندخل على أقسام المتحف. أقسام المتحف، تمام.
Thank you.